عباقرة المدارس الموسم الثامن ومباراة مهمة في دور الستاشر، والنتيجة قريبة جدا. 100 دكتور جابر جاد بن سويف، 90 المقدم الشهيد شريف عمر شمال سينا. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. وأول سؤال ندى صبري، اتفضلي يا ندى. هنشوف السؤال الأول لمدرسة المقدم شريف عمر موضوعه إيه؟ قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. 20 قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 3 في 130 زائد 9 في 40 ناقص 150 يساوي كام؟ ثلاث ثواني. هدير. 600 يا هدير، إجابة صحيحة. برافو عليك يا هدير. في آخر ثانية. وبكده النتيجة 110 المقدم شريف عمر، 100 دكتور جابر جاد. زياد وجيه، تفضل يا زياد. هنشوف السؤال الثاني موضوعه ايه. سويتش معناها انتوا اللي هتختاروا موضوع السؤال. فنون. تحبوا يتسألوا في ايه؟ فنون. هما شايفين ان انتوا مش اقوياء في الفنون، هيبان. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. فنون. والسؤال هو، من هي الفنانة التي لعبت دور صفية في مسلسل ولد الغلابة؟ معتصم. إنجي المقدم. إنجي المقدم، إجابة صحيحة. إنجي المقدم الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا معتصم. وبكده النتيجة 120 دكتور جابر جاد، 110 المقدم الشهيد شريف عمر. أسماء، تفضلي يا أسماء. أسماء عيد. والسؤال الثالث هنشوف، هنشوف موضوع السؤال ايه. جوكر. أسماء، عملت عليك وجبت الجوكر، تحبي يتسألوا في إيه؟ قدرات ذهنية إن شاء الله. قدرات ذهنية. السؤال اللي فات في قدرات ذهنية جاوبتي هدير في آخر ثانية. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30 نقطة. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 55 في 80 على 4 زائد 16 في 2 يساوي كام؟ 3 ثانية. هدير إجابتك؟ 92. إجابة خاطئة. معتصم إجابتك؟ 1132 يا معتصم، إجابة صحيحة. 1132 هي الإجابة الصحيحة. 30 نقطة. 150.
وكده باختياركم الجوكر نقدر نقول مدرسة الدكتور جابر جاد ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. هارد لك لمدرسة الشهيد المقدم شريف عمر، لعبتوا مباراة قوية جدا، فرقت معاكم على سؤال كان سلاح ذو حدين اختيار كل الجوكر. هارد لك، كلنا نحيي مدرسة الشهيد مقدم شريف عمر. آخر سؤال محمود إيهاب، السؤال الرابع والأخير في الحلقة، لفة كاملة يا محمود. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. دوس على البازل. جاهزين؟ جاهزين. الرياضة والسؤال هو، توجد على كرة لعبة الاسكواش نقطة يختلف لونها بحسب مستوى اللاعب، فما هو لونها في مستوى المبتدئين؟ عماد. أبيض. أبيض، إجابة خاطئة. أكيد مش أبيض. منار. خطفت البازر من هدير، يا رب تكونوا متفقين على الإجابة. إجابتك أحمر. أحمر. هدير عندك إجابة تانية؟ أصفر. أصفر، ما تزعليش، أصفر غلط وأحمر. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا لأ يا منار، أفضل لاعب في ماتش النهاردة معتصم محمد بـ60 نقطة. يا منار، اللون الأحمر إجابة خاطئة. يزرق يا أخي. الإجابة الصحيحة أزرق. بالظبط كده، أزرق. في نهاية المباراة عايز أقول حاجة. عايز أقول إيه؟ تفضلي. إحنا طبعاً مش هنقف في الحديد هنا، إحنا هنشارك تاني وهنيجي وهنقدم، وإن شاء الله هنيجي أقوى، وكان شرف لينا كبير إن إحنا نلعب قصاد مدرسة قوية، وطبعاً بقدم لهم تحية كبيرة. روح رياضية من مدرسة المقدم الشهيد شريف عمر. أشكرك يا آية، هارد لك، كويس إن أنتوا خدتوا التجربة، أكيد كانت مفيدة، خدتوا خبرة، شفتوا أجواء الاستوديو، مش بس اتفرجتوا عليه في التلفزيون، أنتوا كمان حضرتوا معانا حلقة والتانية، وكنتوا كمان قريبين في المباراة، يعني لو سؤال قدرات زينيلة كان يجاوب كنتوا تأهلتوا لدور الثمانية. هارد لك، واحنا طبعا مبسوطين وتشرفنا بوجود مدرسه معانا من شمال سيناء. نحييكم مدرسه الشهيد المقدم شريف عمر. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقه النهارده 260 نقطه، وكل نقطه ب 5000 جنيه بما يساوي 1,300,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 8,640,000 جنيه من البنك الاهلي للمشاركه في النهوض بالمنظومه التعليميه في مصر. الشهيد شريف عمر، هارد لك، نحييكم مدرسه الدكتور جابر جاد، ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. أنا فرحان جدا إن أنا طلعت أفضل لاعب، أنا بصراحة بدأت وحش بس أنا حاولت أعوض في الآخر، بس أنا بصراحة شايف إن أفضل لاعب في المباراة وعبد الرحمن حسين مش أنا. إحنا خسرنا النهاردة ولكن إن شاء الله في الموسم الجاي نقدم وإن شاء الله ناخد الكاس. نستعد الدور الثمانية ان احنا نحاول نلم معلومات اكتر، نقعد مع بعض نعرف بعض اكتر. احنا فعلا طلعنا النهارده من الدور 16، بس ان شاء الله هنيجي ونقدم تاني ونوصل للادوار النهائيه.